الآن وصلنا لجناح جمهورية كولومبيا. طبعا كولومبيا تقع في الطرف الشمالي لأمريكا الجنوبية، وهذه بعض المعلومات عنها. طبعا هي فيها مدن بأسماء عربية. هنا معانا الشيخ مين؟ خيمي. أستاذ خيمي حيتكلم معانا لكن بشكل بسيط، لأنه اللغة العربية عنده بسيطة. يتكلم معانا بعض المعلومات البسيطة عن هذه الدولة. نعم، تفضل. أهلا وسهلا ومرحبا بك. هذا جناء كولومبيا، كولومبيا تقع أمريكا الجنوبية الحمد لله، وعاصمة بوغوتا، وكل شيء الحمد لله المعروف. الكولومبيا القهوة، قهوة أفضل إلى العالم الحمد لله. وهذا صورة في الجناة، هذا صورة بسيطة ما شاء الله. كل مدينة مهم، يعني هذه الصور لبعض المدينة. شوف عندكم مناظر سياحية. هذا صورة إلى الجين كالي. نعم ما شاء الله تبارك الله. جزيرة الروساريو. جزيرة، نعم أيوة، جزيرة اسمه الروساريو. وهذا مدينة أيضا، مديجين. هذه مديجين كالي، ما شاء الله، يعني منطقة متطورة جدا ما شاء الله. هنا أين موقع بالتحديد؟ هنا تك هنا فوق في أمريكا، في أفريقيا. لا في أمريكا، هذا أمريكا اللاتينية. أمريكا اللاتينية صحيح. ما شاء الله منطقة خضراء جدا اهو. نعم، نحن عندنا خطوط من فنزويلا. فنزويلا، نعم إكوادور، أيضا برازيل. ما شاء الله ما شاء الله. تعتبر هي دولة أوروبية؟ لا أوروبية لا، جهة أمريكا اللاتينية. اللاتينية أيوة، ما شاء الله تبارك الله. هكذا، هذا أيضا، هذا جزيرة، وهذه بعض الجزر اللي عندهم. سان أندريس، اسمه هو سان أندريس. سان أندريس إلا دي أمريكا، إلا دي المار كاريبي. أيوة، بحر الكاريبي، كاريبيا. واللغة التي تتحدثون بها إيش؟ إسبانيا، اللغة الإسبانية. إسبانيول، اللغة الإسبانية. أيضا هذا مدينة بارانكيلا. بارانكيلا تقع قريب البحر. قريب البحر، هذا مهم مدينة. هذه من أهم المدن عندنا. عندنا في بارانكيلا عندنا ماذا؟ المواني هذه. ماذا؟ الميناء، البحر. ليس بحر. النهر. نهر، نعم. من أكبر النهر. طويل و. يعني نهر طويل جدا وعميق. من أكبر النهر اللي عندنا. أسانتا مارتا، هذا تقع مدينة في قريب البحر. أيوة. بحر الكاريبيا. البحر الكاريبيا. هذا. ما شاء الله. هذا مدينة. نقطاجة. هذا مدينة. هذه مدينة ما شاء الله. كارتاجينا. كارتاجينا. هكذا. كذا أخذنا معلومات بسيطة عن هذا الجناح. شكرا لك. بارك الله فيك، شكرا خيرا.